ختام هيكون امام اسود التيرانجا. كوادرادو عايز يلعب العرضيه على القائم البعيد، خلي بالك يا الشناوي، يا الشناوي طلع على الفاضي، الشناوي طلع على الفاضي، الكره كان فيها سويرف كبير وعلى طول اوريبي كان عامل الجامب، وصل للكره قبل الشناوي، كره بعيده عليه، مفيش هنا الربط انه يطلع من اعلى نقطه ويمسك الكره محمد الشناوي.